الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في فلسطين، مساء الخير. الشغلة الوحيدة اللي حاب أقولها في هاي اللحظات الحرجة والقلقة اللي بيعيشها العالم، إنه أنا اشتقت لكم، اشتقت لفلسطين، لرام الله، لطول كرم، لبيت لحم. اشتقت ل السهرات، الأمسيات والندوات الأدبية. اشتقت لكل شخص كان إلي شرف اللقاء والتعرف عليه على هامش ملتقى الرواية العربية في فلسطين الصيف الماضي. وإن شاء الله يعني تتاح لي فرصة اللقاء مرة أخرى، هذا أملي. بالنسبة لي، المحنة اللي بيعيشها العالم حاليا، الأزمة اللي بيعيشها كوكبنا والعالم، لم تغير في شيء الكثير. يعني صحيح أنا شخص بمزح وبنكت وشخص اجتماعي ومرح، وقت الجد جد ووقت المزح مزح، ومنطقي كيف الحياة، مثل شيء بيشبه أغنية عبد الحليم حافظ، ضحك ولعب وجد وحب. فهي الأزمة ما غيرت في شيء كتير. يعني أنا يعني صحيح بحب شخص هيك، بحب السفر وكائن اجتماعي وسريع الانتماء للأمكنة، لكن أنا شخص بيتوتي، بحب البيت وبحب الهدوء. يعني ما فيني أقرأ أو أكتب في حالة من في ضجيج أو في شيء بيشوش علي، يمنع عني التركيز. يعني حاليا في البيت نفس العادات، نفس، ما في عندي يعني طقوس للكتابة. الطقس الوحيد هو الهدوء يعني، وهذا متوفر يعني في البيت متوفر. أنا يعني ما نادرا لما بكتب مثلا في الطيارة أو في القطار، أيضا بحاول أركز قدر المستطاع أنه انقطع عن الضجيج الموجود، ولحتى أركز أو أكتب شيء. واصل عملي في كتابة المقالات الأدبية والسياسية. معي قدامي مشروع عمل روائي بشتغل عليه. النصوص الإبداعية وعلاقتي بالشعر ما زالت وستبقى إلى ما لا نهاية علاقة وطيدة وحميمة، لبين ما يمل الشعر مني ويعني بنصير يفترق عني الشعر. كتبت في هاي الفترة بعض النصوص الإبداعية باللغة الكردية والعربية. سجلت بعض الفيديوهات اللي لها طابع تحليلي نقدي تتعلق بالتجارب السياسية الكردية، تجارب الأحزاب السياسية.